فك الشبه انفك اوي. يا جماعه انكسب التنين البارع لنصين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم الكاسب المتأجج حيواجه التنين البارع ونبغى نشوف هل فعلا النزال اللي صار في الانمي واللي الكاسب كسب فيه ببدا التنين حيصير في مقطع اليوم وفي نزال اليوم؟ فنلعب مقطع النهايه عشان تعرفوا الاجابه. هو اول بيبلو دريد التطور الاول لبلابل التنين، هذا هو التنين البارع يا جماعه، واللي في نفس الجزء وبعد ما انكسر التنين البارع في الانمي في الجزء الثاني من بيبلو البير سبرايز ظهر عندها التنين القائد. طبعا يعني هو يا جماعه اصلي من تكاراتومي، وفي نفس العلبه يجي التنين الصخري ويجي كمان التنين المرصع، وحنستخدمهم اكيد في مقطع اليوم، فتابعوا مقطع النهايه. هذا البيبلو الاسطوري، البيبلو الخرافي، هذا هو الكاسر المتأجج، واللي احنا كنا نسميه الكاسر المجنح ولكن طلع اسمه في الانمي الكاسر المتأجج، فهذا هو، هذا طبعا النسخه الاصليه من تكاراتومي. وبرضه يا جماعة تقدروا تحصلوا على الكاسر المتأجج وجميع بلابل المجموعة الرباعية من مدرب سويت توز اللي يوفر المجموعة الرباعية ويوفر الكاسر والانفجار المتوج بشكل منفصل. حتى التنين البارع وتطور التنين القائد حيكونوا برضه متوفرين في سويت توز. بالمختصر جميع بلابل بيبوت البيرس من جميع الأجزاء وأعلى جودة ممكنة وأقل سعر ممكن حتحصلوها في متجر مونستر بليد سويت توز، لرابطه حيكون تحت في صندوق الوصف. وأكيد يا جماعة نوفر البلابل الأصلية والبلابل من صناعة المتجر من صناعة سويت توز نفسهم وبلابل من شركات جدا كثيرة مختلفة، وأكيد حتلاقوا عندنا الحلبات وجميع أكسسوارات ومستلزمات اللعبة. عوجوني طيب خلونا نشوف مين حيفوز. هذا نزال صراحة متحمس له يا جماعة، بعرف مين حيفوز، بعرف مين بيبل أقوى. كل الاثنين بلابل هجومية وكلهم ليراتهم مميزة، ما اتوقع في مقطع اليوم يكون في بير، بس اتوقع حتكون في اشياء ثانية. ففي اول جولة فاز التنين البارع بقوة الدوران. واحد واحد تعادل، حنحسبها النقاط اللي زي كذا. الجولة الثالثة الكاسر المتأجج الحين تفاجئ طافي شايفين، بس ما صار زي اللي في بالنا. فاز التنين البارع، النتيجة الحين 2-1 للتنين. متأجج 2-2 تعادل، فالجولة اللي بعدها حتكون جولة حاسمة ورهيبة. نروح للجولة اللي بعدها، التنين أو الكاسر المتأجج. شوف واو، في شيء انفك، الشبة انفك أو الويل. واو ماي جود يا جماعة، انكسر التنين البارع لنصين. دقيقة يا جماعة، أكيد مو ضربة الكاسر هي اللي كسرت التنين. تعالوا معنا الحين نوريكم إيش اللي كسر هذا البلبل. يا جماعة الحين رايحين ندور طريقة نقص فيها هذه الليير بالنص عشان نضبط المقطع. ما الحين وصلنا اكمل بقاله، فاللي حيصير انه احنا فكينا اللير الحين، فكينا يعني اجزاء اللير، وحناخذ الرينج نفسها بس اللي هي هذه عشان نقصها بالنص. الحين حابيكم في المحل. شوفوا يا جماعه، هذا واحد من الاماكن، هذه اللير، وخلينا نشوف لو اقدر اوصل لها ولا لا. يا جماعه انا رحنا محلين، الفكره اللي في بالي انه في كذا جهاز يدور هو ما ادري كيف بطريقه غريبه وممكن نقص لك القطع هذه، فلسه قاعد ندور. طاحت اللير. شوف انا كنت اقصد يا جماعه هذا الجهاز، ما ادري اذا واضح عندكم ولا لا. شوف اسمعين كيف يا جماعه، عنده طريقه جديده غريبه. طب هذا يمكن اللي قاعد يستخدمه يعني سعره ما يتجاوز 10 ريال، بس خلينا نشوف ايش حيسوي الحين. مين شيل هذا برا قوي ولا؟ قوي يا؟ ايوه شايفين يا جماعه، حتى هو يقول قوي. هذه نسخه المتجر اللي قاعد يستخدمها ترى، مو نسخه توي برو. اوكي تقصد، شوف كيف تقصد اللير بالكامل. يا جماعه الحين اللحظه اللي بشوفها هل حنقدر نركب فيها القطع هذه الثانيه ولا لا. يا جماعه واخيرا ركبتها، بس هو كان المشكله انه هذه كانت مركب كذا، ففكيتها خلاص صارت عندي اللير بس انها مكسوره. فالحين ممكن بحركه من عندنا احنا نفك القطع هذه ونركب الديسك والدرايفر. كان عندنا ديسك درايفر جبناهم كذا من البيت، فجأة لقيناهم قدامنا وجبناهم. فنركب الديسك والدرايفر، أول ما نركب بلبل حيكون ماسك في بعض بس لأنه كليكات ماسكة، بس ممكن مع النزال ومع الكليكات القوية يتفك فيتفك اللير. شوف أصلا مفكوك خلاص تكسر، شايف كيف؟ تفكر معايا. الحين خلونا نرجع للاستوديو ونجرب البلبل. شفتوا قبل شوي المقاطع اللي سويناها؟ احنا يا جماعه ترى قبل المقطع حاولنا بشتى الطرق ان نكسر هذا البلبل عن طريق النزال، حتى رمينا عليه بلبلين من الكاسر، واحد اصلي وواحد نسخه المتجر، بس برضه ما نفع. فاللير مره قويه، حتى لو سمعتوا في المقطع اللي كان قاعد يشتغل انه يقص اللير قاعد يقول مره قوي. وعلى فكره هاي نسخه المتجر يا جماعه، النسخه الاصليه موجوده هنا، هذه نسخه تكاراتومي، ما حنقدر يعني نقطعها او نكسرها، فقلنا خلاص نسخه المتجر موجوده عندنا وما نحتاجها، خلاص حنكسرها يعني عادي، وحنسوي بها مقاطع اكثر يعني في الايام القادمه. ف
فصراحة يعني الفكرة كانت رهيبة، اكتبوا لنا رأيكم عنها تحت في الكومنتات، والحين خلونا نكمل النزال طبيعي، حنكمل باللعبة الأصلية. لا تنسوا اللايك يعني عشان تدعمونا نستمر بهذه الأفكار لو عجبتكم طبعا، وبرضو إذا حبيت تشوفوا مقاطع أكثر من مثل هذه النوعية اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. هذه حيلة نيل الباب الأصلي من تكرار تشومي والكاسة ومتأججي الأصلي، فحنرجع نكمل النزال طبيعي يعني الجول اللي قبل شوي ما تنحسب، احنا نهاية النزال كان نتيجة 2-2. أوكي جول الخامس. نايس يا تنيني، بنتقم على اللي انكسر. اوكي يا تنيني وحش، اوكي يا تنين قاعد يتحمل الضربات وما قاعد يدخل خارج الحلبة، وشكله حفوز بقوة الدوران، وفعلا فاز بقوة الدوران. اخر جولة بتنين البارع. اوكي اوكي والله ضربات خرافية الصراحة، نزال كان حلو فنعطيها كمان جولة فننهي النزال على تعادل ترى في الدقيقة 3-3. هنكمل في نهاية المقطع لأنه دحين باقي المرصع والصخر لسه لازم نلعبهم. جا دور التنين المرصع، واللي بوجهة نظري هو أفضل لاير اللي بلعبها التنين، كذا ممتعة مرة. قادر على التحمل، أول جولة المرصع أو ال إيش اسمه الكاسر المتأجل المذهل يا أبي اسمه كذا. بس لا مستحيل 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 بس. فأول جولة صراحة كانت متواضعة يعني ما كانت طبعا حلوة. كم كليك؟ توقع مرة نشوف طبعا اللي فاز 2-1-0 وعنده كليك واحد بس فشي حلو. تدفق هيا تدفق اوكي. وفاز قلب القيس 1-1. شوف الجولة اللي قبل شوية تنين كان على اخر كليك. الجولة الثالثة اوكي جات له ضربة هجومي. كاسر متأجج او التنين المرصع، والكاسر يفوز ويقلب النتيجة، صار النتيجة الحين 2-1 للكاسر. كاسر فاز دحين فحتكون هذه اخر جولة. ما ادري صار اكمل. اذا فاز بوقف هذه الجولة حتكون هذه اخر جولة للمرصع بس. اوكي والله سوى اداء خرافي وفاز، فصار النتيجه الحين 3-2 لبلبل، او لا 2-2 تعادل، لانه هذه الجوله الخامسه والنتيجه 2-2 وهذه الجوله الاخيره، فحيكون زاد اسطوري. هيو اوكي التنين مصنع بضربه قاضيه يقضي على بلبل قيس. لعب كمان جوله واحس انه في هذه الجوله بلبل قيس حيدمر المرصع. لا علينا حلو. هذا عيب تقريبا نخرج كثير خارج الحلبة. انتقلنا لهذا البلبل الجبار الدفاعي صراحة، واكثر نسخة واكثر يعني واحد ما فضل بينهم، بس انه شكله كذا حلو غريب يعني غير مألوف. فهذا يا جماعة هو التنين الصخري. لا ايش هذا؟ ايوه قوي بشكل اسطوري والله ما توقعت، مستحيل انه يحطم الاسود. ثاني جوله ممكن بيرس ثاني يعني ابدا ما هي مستبعده. هي حطمه في المره الاولى حطمه الان في ضربات، لا حيفقد طاقته وما يحطمه. وبيرس ثاني على التوالي تحطم 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 شايفين تحطم يا جماعه، بس كذا يعني البيرس كان غريب شويه. فالحين تيجي تخيل انها 4-0 من اول جولتين، 5-0 من ثلاث جولات اللي بعدها. بيرس بيرس على طول بيرس، يلا اوكي بيرس او بيرس فينيش. هذا هو اكثر بلبل حطه في مقطع اليوم، التنين الصخري. يمكن عنده نقطة ضعف واضحة وصريحة قدام بلبل قيس اللي هو اللي ايش اسمه؟ الكاسر المتأجج. يب دائما كذا اغلط في اسمه مرة كثير يا جماعة، غلطت في اسمه الفترة اللي فاتت، كنت أقول الانفجار والانكسار كذا فجأة تيجي ببالي ما أدري ليش. فأوكي الحين حنرجع لأكثر نزال كان حماسي في مقطع اليوم واللي كان بالتنين البارع، فخلينا نركب بلبل نرجع لكم. إطلاق خاطئ، إطلاق خاطئ مليون في المية إطلاق يعني للكاسر، بس ممكن يفاجئنا ويفوز، ممكن يفاجئنا ويفوز. يلا فاجئنا. أوكي أوكي الوحيد اللي فاجئنا هو شجاع، ما في اي احد يقدر يسوي هذه الميزه غير الشجاع الان. كان عيدها على طول، التنين ما عنده مزح.
والله بيبس خوفي يا جماعة. الآن الآن أطلع برا. أنت قاعد تنين تنين هيو. تحمست أنا. في طاقة زيادة بس حتحطم التنين. ما في طاقة زيادة. شفت ايش قاعد تسوي؟ حركة نعرفها حق البواسل الحركة هذه. يقعد زي كذا يضيع طاقة الخصم ويفوز. لما يشوف انه خلاص يعني حيخسر. ايوه. يقوم يسوي الحركة هذه وكذا يفوز بالصدفة. فيا جماعة حنلعب. شوفوا على آخر كليك يا جماعة. حنلعب آخر جولة بين بلبلين حتكون أي أحمس جولة. هيا. كمان ما هي حماسية. حنلعب أنا لما تصير الجولة حماسية. أكمل. جولة عادية. أوكي أوكي. هذه حتكون حماسية خلاص صدقني. أوكي. واضح واضح حماس. هيا. هيا الكاسب. الكاسب. أيوه أيوه كم بسط. الضرب مهارات تيجي مع بعض كذا. أنا أقول لك كيف الكاسب حطنا بلابن بس الحين دقيقة خلي خلص نزال. خلاص مع آخر جولة واضح إنه ما حسيت بزي. عم جولة كثير. أهم شيء إن الكاسب فاز. شوف لما يجي يعطي ضربة زي كذا لازم يكون الديسك كذا. شوف كيف. يعني يكون الفريم هذا يعني متساوي مع الليف كذا. ما ادري كيف شايفين شايف الفريم كيف هنا وهنا في ضربه للكاسب تكون يكون كذا مع بعض وبعدين تنفك القاعده اللي هي الالتيميت شبوت فتجي الضربه كذا على طول فيقوم يحطهم بلابي بهالطريقه كذا. خذوها مني استاذ بلابي. شوف اخر جوله اخر جوله في مقطع اليوم. بس هذا كل اللي عندنا. لا تنسوا لايك وشير في عجب السبيهات اوكي. نقدر نقول وصلنا للختام. شكرا عشان نشوفكم المقاطع الجايه. على اخلك على اخلك خذوها مني على اخلك. دقيقه دقيقه. لا والله كليكين يعني. والله يا اخي مره قوي هذا اقول. فكم بقول لك واحد مين قوي كاسب؟ لا لا التنين. فوصلنا للختام. شكرا على المشاهده. يا اخي ودي احطم وارمي ارمي ارمي. لا ما احط ارمي ارمي. لا سيف سيف الهيبه بيو اوف اوف اوف